او ايس كريم كده، فبدل ما نحط، انا ما رضيتش احط كاكاو لان ده انا بنوع في الايس كريم على طول، لا، فبدل ما اعمله كله بالكاكاو او نصه كاكاو ونصه شوكولاته يعني، فانا هخليه بالفانيليا، واضافه الكاكاو اضيفها وانا بعمل الحاجه في وقت ساعتها يعني. فبراحتكم يعني، قدامكم الفكره ديت، وقدامكم لو انتوا حابين ان انتوا تحطوا كاكاو او قهوه براحتكم يعني. بقى تحطي نص كوبايه كده على المكونات ايه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله في مطبخ طلباتك أوامر مع حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض بودرة الآيس كريم، هنعملها في البيت بكل سهولة. بودرة الآيس كريم ديت اللي هي بالنشا، فطبعا احنا في آيس كريم بيتعمل اللي أنا عملته معاكم في كذا حلقة، فكنت بستخدم فيه معلقتين من النشا. فأنا النهاردة هنعمل بودرة الآيس كريم سهلة التحضير، و كمان اللي احنا بنستخدمها في عمايل الايس كريم، وكمان اللي هي هتدينا طعم وتدينا قوام كده للايس كريم، ويعني رهيبه فعلا. وهقول لك ازاي اللي انت تعمليها بالشوكولاته او ازاي تعمليها فانيليا. فتابعيني كده حبيبتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش كده ان انت تشجعيني وتدعميني كده باللايك والشير، عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لناس اكتر اللي هي تشوفه. وهنا هنحتاج بقى نبدا كده على بركه الله، ونصلي كده على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنحتاج ليه. هنحتاج لثلاث كوبايات من النشا. لو عايزه تعمليه بالكاكاو يبقى تحطي نص كوبايه كده من الكاكاو، كاكاو خام غير محلى. وهنستخدم كيسين من اللبن البودره، وهنستخدم كيس من الكريم شانتيه. فدي كده المكونات، مكونات بودره الايس كريم بطريقه اقتصاديه، يعني تعملي بيها ايس كريم بطريقه اقتصاديه جميله جدا. ايس كريم اللي بيتعمل بالنشا بيبقى ايس كريم اقتصادي غير مكلف، وعاملاه معاكم في القناه في كذا فيديو يعني. وان شاء الله كده في بعد الفيديو ده هوت هعمل معاكم بالبودره ديت ايس كريم بالمشمش، جميله جدا. هينزل بعد الفيديو ده على طول، وان شاء الله كده لما ينزل هسيب لكم الرابط بتاعه في شاشات النهايه. في نهايه الفيديو ده هتلاقوا ايس كريم المشمش، فادخلوا فيه وتشوفوا بقى ايه ازاي اللي انا هستخدم بودره الايس كريم ديت. فتابعوني بقى ايه كده. كده انا خلصت ايه، قلبت كل المكونات مع بعضها. وطبعا انا بتقلبي بقى اللبن البودره، وبتقلبي النشا، وبتقلبي الكريم شانتي. لسه هنضيف طبعا، لسه هنضيف الكريم شانتي. فزي ما احنا شايفين، على فكرة هي ما مش هحط انا في الوصفة النهاردة سكر بودرة، لان السكر انا هستخدمه وانا بسوي الايس كريم على البوتاجاز. فانا هحط بقى ايه، احلي الايس كريم بسكر عادي يعني مش بودرة. فدي كده دي بس ايه يعني، حبيت استغنى في طبعا بودرة الايس كريم بيتحط لها سكر بودرة، بس هي في البودرة دي مش ضروري، مش هحط فيها سكر. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة، بس احنا يعني في الايس كريم اللي بيتعمل بالنشا فاحنا بنحتاج له معلقتين من النشا واحنا بنعمل ايس كريم. فبدل ما نعمل بالنشا بس، فاحنا كده بنطعم النشا، بنطعمه بالكريمة، بنطعمه باللبن البودرة. فطبعا اللبن البودرة بيبقى حلو جدا، بيدي طعم رهيب فعلا في الايس كريم. وكمان الكريم شانتيه برضو بيدي طعم للايس كريم برضو. فاحنا كده بدل ما يعني عايزه بقى تعمليه بالكاكاو نص الكوبايه، بتضيفيه على كل المكونات اللي انا ايه، الثلاث كوبايات نشا وكيسين اللبن البودره وكيس كريم شانتيه، فبتبداي اللي انت تحطي معاهم نص كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى. عايزه تعمليه بطعم القهوه فممكن تحطي نص كوبايه من القهوه سريعه التحضير على المكونات ديت. دي كده هنحط بقى ايه، كيس كده من الكريم شانتيه.
وبس كده. فانا بس انا هعمله بالفانيليا، يعني انا مش هنحط بقى ايه الكاكاو، بس انا حبيت اللي انا اقول لك يعني. عايزه تعملي نفس الكميه اللي انا عملتها دي وتقسميها، تخلي جزء فانيليا زي ما هو، وتخلي مثلا نص بالكاكاو ونص بالقهوه، فبراحتك يعني. انا بديلك الفكره وانت بقى ايه براحتك. وممكن اللي احنا نعمله بالفانيليا بس، وحتة بقى اللي احنا لما نعمل مثلا ايس كريم بالشوكولاتة او ايس كريم كده، فبدل ما نحط، انا ما رضيتش احط كاكاو لان انا بنوع في الايس كريم على طول، لا، فبدل ما اعمله كله بالكاكاو او نصه كاكاو ونصه شوكولاتة يعني، فانا هخليه بالفانيليا، واضافة الكاكاو اضيفها وانا بعمل الحاجة في وقت ساعتها يعني. فبراحتكم يعني، قدامكم الفكرة ديت، قدامكم لو انتوا حابين انتوا تحطوا كاكاو او قهوة براحتكم يعني. بقى تحطي نص كوباية كده على المكونات ايه ديت. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة، وما تنسونيش كده حبايبي باللايك والشير، وما تنسيش حبيبتي تفعلي زر الجرس على كل. السلام عليكم.